مشاهدينا الكرام، رحلتنا ما زالت متواصله في ولايه تيارت، ورانا بالضبط وبالتحديد في شلالات سيدي واضح. ورا معايا لقيت خالد. دونك رانا في شلالات سيدي واضح. خالد، تقدرنا على شلالات هادو؟ شلالات هادو نورمالمون مصنفين لي بريميون لاجيري فيهم 79 متر. اون ديسونت هذيك اللي كانت فرنسا من واد مينا، دارت اون ديسونت على بال توليد الكهرباء. الله يبارك، صافي بليزير. دونك مشاهدينا الكرام، راح نخليكم تشوفوا بليز دو ديتاي وتشوفوا بزاف لي بلون على هاد الشلالات تاع سيدي واضح. مريامة ولا لي كات فيرم، هذه المنطقة اللي راكم تشوفوا هذا لو ستاتيو اللي مرايا واسمها لالا مريامة. هذه المنطقة اللي عاشوا فيها الاسبانيين بزاف بزاف، وسميت لي كات فيرم نسبة الى اربع فيرمات اللي كاينين. كاين باش تشوفوها معايا، كاينه فيرما منا وحدة، زوج، ثلاثة، وهذه الرابعة اللي رانا فيها. دونك نزيدوا بقاو معايا باش تشوفوا اكثر من التفاصيل على هذه المنطقة الجميلة. كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام، مازلنا في فيرمة الراي. هذا الراي هو تما صاحب المزرعة هذه وصاحب هذه الفيرما. شفنا لالا مريامة، ودروك راح نشوفوا المنزل اللي كان يقطن فيه راي، هذا صاحب هذا المزرعة وصاحب هذا المنزل. هذا هو المنزل ديالو. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج اكتشف بلادك. هذا البرنامج اللي تعودنا من خلاله نكتشفوا كثير من المناطق السياحيه المتواجده في الجزائر، واليوم رانا بالاخص
وبالضبط في منطقة تيارة عاصمة الرستوميين، ورانا في منطقة المخاطرية. واليوم كاين حاجة اكسيبسيونيل، سيكو راني مع الرحالة الرستوميين اللي راهم معايا. يلا اليوم ان شاء الله نفوتو ان دومي جورني شباب بزاف بزاف، ونقول لكم يلا معنا، يلا ليكيب نبداو باش نروحو. يلا بون كوراج. نتمشاو، راه معايا خالد هو قائد هذه الرحله. الرحاله الرستوميين راكم تشوفوا لي كيف راهم معايا. مازالت الرحله ديالنا متواصله. خالد حنزيدو نكملوا باش نروحوا لا بلاصيت تاع نروحوا لليو دو بيفواك. دونك نتمشاو قريب نلحقوا لهاد لا بلاصيت وين راح نديروا. واش غنديروا خالد؟ نديروا التخييم. راح نديروا التخييم تاعنا. لي كيف راكم تشوفوا راهم كانوا يتمشاو ها مورايا. واش لي كيف وي ليكيب؟ مازالت رحلتنا متواصله مع الرحاله الرستوميين. السلام عليكم ليكيب. السلام. كاين ليكيب لهم يستناو فينا، لحقنا معاهم. مشاهدينا الكرام، الان رانا وصلنا الى المخيم هنايا. شوفوا ليكيب تاعنا راهم حطوا كامل الخيمه ديالهم. ليكيب واش راح نديروا دروك لي طاب الجايه؟ حطبوا نجيبوا الحطب. راح نجيبوا الحطب تاع الفيوتكم. طيب بريباراسيون تاع الفيوتكم وردي. فوالا رانا حطينا كاع انصالينا قشنا سي بون. دوك شبيبه هذاك تروح تجيب لنا الحطب. الجماعه يجيبوا لنا الحجر باش نخدموا لا شوميني تاعنا ونديروا الفيوتكم والسهره مفتوحه. ياكم تشوفوا المخيمات راه مورايا. مازلنا نتمشاو نشوفوا مع ليكيب راهم يدبروا في الحطب. واش حبيبي صافا؟ راهم معنا ليكيب راهم يجيبوا في الحطب ياك.
الى هنا مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا ليكيب كامل بناو لي طونط ديالهم وزادوا شعلوا النار. رانا توجور مع رحاله الرسطوميين. مشاهدينا الكرام الى هنا لحقنا الى نهايه عدد اليوم من برنامج اكتشف بلادك ورانا في منطقه المخاطريه في ولايه تيارت. اذا ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في راتكم بزاف وبقاو على خير. We'll be right back.